مرحبا يا حبايب يا حبايب مرحبا كناشي كيبا يعني مرحبا يا حلوين شوشي واتو ديسكا اكتبوا تحت كيف الحال درة من حول العالم درة من اليابان هالمرة كيفكن يا حلوين الحمد لله هالمرة قادرة أشوفكن مرعوبين ميتين من الخوف هيدا هو المطلوب حبيت اليوم سافر على اليابان وابعد لأنه لما رح تسمعوا النتيجة ما بعرف شو رح يصير يمكن مظاهرات يمكن أعمال شغب الليلة غير كل الليالي ثلاثة منكن رح يزوروني بقصر الياباني الفخم ثلاثة منكن رح تنخطف أنفاسه الليلة كل الاحتمالات واردة لأنه درة قررت تفرجيكن الوجه الثاني شو يا إيهاب أنت ورفيان انبسطتوا بالأردن؟ ليش ما كملتوا زرتوني باليابان؟ خلاص ولا يهمكم بطاقتين سفر على حسابي يا رفيال ولك شو عامل؟ ولك شو عامل؟ تعرف شو حرام تضلك بالأكاديمية بدي حطك بمحمية لأنه اللي مثلك قليل خايف عليك يصير لك شيء يا روح على درة حبيبتي مبال مبال خايفيني؟ لا صح؟ ليش خايفيني؟ درة قلبها واسع وبيساعي الكل هلا صغيرة وقلبها كبير وبيساعي الدنيا كلها بتعرفي شو؟ معك حق تخافي الليلة مش بس وحدك انت وحنان يا نيانا يا نيانا بحبيبك اموت انا اموت شو يا حنان هلا خليني اشوف شو رح يصير فيكي اذا كنتي نوميني انيس عمل لي حفله رقص وانتخابات ولا كيف بتفهم انت مانك هين معربش فوق السور هالقد مشتاق لبرا يلا مضى الا القليل وبتصير برا هايدي مدينة يا قلبي لهون عم بسمع دقات قلبكن خوفكن لهون واصل كأنكن عم تقرولي افكاري قولكن رح تزوروني دينا شكلك حلو مع فيكتور اوفر تو ماتش اذا طلعتي هالمره لخليه يقصلك قرعه بدي اطلب منكم تجيبوا معكم شويه فول وشويه طعميه وشويه فراخ محشي لاني سافرت على غفله ما عندي شيء بالبراد اذا بدكم صبايا جيبوا معكم محمد عباس شو يا محمد؟ تقبل عزيمتي على العشاء؟ لا مش فاضي نسيم مش فاضي شو القصة؟ شو القصة؟ برشا برشا؟ ايه انا برشا برشا اشتقت لك وعبالي شوفك خلص عندي احساس بيقول انك الليلة رح تفاجئني بزيارة معلش ليك هون الطقس احلى الجو احلى وفي سوشي في سوشي كل وحدك قد ما بدك علي ومروان قولكم مين رح يكون بخطر بيناتكم شو يا مروان عم تغني لبياض الثلج شو بهالاميره دره ما انا بياضي مثل الثلج كمان بعدين عقلين هم اذا رح تضلكم تحكوا بعد الأكاديمية هي تقبرني بدك تجرب تصير برا وتشوف إذا رح يبقى في تواصل وإنت يا علي ولا مرة بتذكر اسمي إنت وعم بتغني ليش؟ ليه حظي هيك الليلة
لخليك تحكي ياباني مش فرنسي. طيب خلص دورنا. يلا حضروا حالكم، رح قول الاسماء بالياباني وانتو ترجموا. عم بمزح. الاسم الاول بدائرة الخطر كان في عصفور على الشجرة عم بيعت للعشرة. واحد راح من اول برايم، اثنين ما بعرف لوين، ثلاثة يا حياتي، اربعة عملوا جمع، خمسة اكلوا خسي، ستة صداروا ستة، سبعة عم ببيعوا مي على النبع، ثمانية مرمرولي زميني، تسعة ما نزلوا ولا دمعة، عشرة طلعوا على الشجرة. أول نوميني يا حقة في إيه؟ هايدي. بحقيقي ولا أنت بتهزري يا دكتور؟ شكرا يا دكتور. لا لا يا جماعة نومي إيه في أنا كنت عارفة. الاسم الثاني تك 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 يا سليمان، تك 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 نوميني وين كان؟ نوميني كان على المسرح مش عم يغني، عم يقطف خوخ ورمان. النوميني التاني علي. نعم حبيبي. أما النوميني التالت أمارة يا أمارة، تعي تعي عن طندرة طندرة، ناطرتك وانتي بعدك صغيرة يا يا أمارة. تالت اسم معنا الليلة دينا. مستحيل. عم بمزح. شو بتحب المزح يا دره؟ من يوم يومك وانت مهضومه. عم بمزح معكم. من هالاسبوع وطالع في اثنين نومينيز، اذا النوميني الاثنين لهالاسبوع هن هايدي علي. تصبحوا على خير وانتبهوا اللي راح قد اللي جاي، والمزح ممنوع. درة بالمرصاد، درة مع المضاد، مضاد حيوي لكل كسل أو كل غلطة أو قلة تركيز. يلا في سينشو أورفوار. يا حلوين.